فهي فوزنا بالنبي، ولا ربيع إلا ربيعه، والقرآن الذي جاء به اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وهذا ربيعه وفي نوره وفي أسراره يحصل الخلاص للأمة، ويحصل الفرج للأمة، ويحصل الغياث للأمة بقدرة الله تعالى وبمكانة حبيبي عنده صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله شو درع المضرات سر، درع المسرات در. سمعت في قصيدة الحبيب عبد الله الشاطري عليهم رضوان الله تبارك وتعالى: لما كان يتنزل على القلوب الطاهرة المنيرة المطالعة للجمال الأقدس وأسرار اختيارات الله واصطفاءاته في الوجود وما يترتب على ذلك من آثار في زمنهم وبعد زمنهم، كلما جاء ربيع أول عرضت عليهم صفحات طالعوا فيها حقائق هذا الجمال الأقدس والعطاء الأنفس وتكلموا، وكل ما جاء واحد منهم قال ربيع، وجاء ثاني وقال ربيع، وافرح بذا الشهر قالوا لي شهر هل ربيع الأول ونعمك شهر ماله ثهر السعادة ولد بو خير عبد اتصل نهار مولده سمعوا في السماء له زجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد كان مولده والمبعث بأرض الفطاح، وساعة الوضع صار الليل مثله مثل الصباح، والكون لباه بالتشميت لو حين صاح، فإن طربنا فما في ذا الطرب من جناح. يعيبون علينا إيش؟ نعيب عليكم كبابكم هذا على الترهات والبطالات وعلى الأقوال المتناقضات، وخذتم أخذت عقولكم كلها وليلكم منهاركم، نعيب عليكم هذا العيب. أما هذا سرور دنيا وآخرة، سرور أرض متصل بسرور سماء، سرور قلب وروح. أما هذا فسرور بدنيا وقبر وبرزخ وآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالت له ألسن الصحابة: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فخيبة للعميان الذي ما طالعوا من الصفحات هذا شيء ولا عرفوا منها شيء، الصحابة طالعوا صفحات المولد وعرفوا مكانه، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم فيما يملي عليهم من أسطر هذه الصفحة، ما تقول في صوم الاثنين، قال ديك يوم ولدت فيه ولا نعم صوم فيه، يملي عليه سطورا تنكشف من هذه الصفحة الكريمة، يقول لهم: ورؤيا أمتي أمي التي رأت، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يأتي الرحمن فيلقي سراجا على هذه الصفحة ليطالع من يطالع فيها في ضوء القرآن، يقول له: لعمرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يقسم بعمره الذي بدأ من الولادة، وفي السراج يشرق على صفحة العمر كله من عند الولادة، ما يقول: ألم يجدك يتيما فأهوى، ألم يجدك يتيما فأهوى، يجدك يعني خرجت من بطن أمك وتجدك يتيما فأهوى، يجدك في عالم الحس في عالم الأجساد بالولادة، ألم يجدك يتيما فأهوى، وجدك ضالا فهدى، ما يعرف الناس قدرك فهدى من سبقت له السعادة، اللهم اجعلنا منهم، يهدي الله لنوره من